جديد يقربنا من الخامس من نوفمبر. كاملا هاريس في مواجهة دونالد ترامب في سباق الوصول إلى البيت الأبيض. أحدث الأخبار والأرقام والفرص في الانتخابات الأمريكية مع راوي القاسم. أهلا بكم، نبدأ بأبرز العناوين. أرقام قياسية في أول أيام التصويت المبكر في جورجيا، أكثر من 300 ألف ناخب، وترامب يريد نصرا ساحقا. معاناة كاملا هاريس مع الرجال السود تتواصل، وأوباما الذي حاول المساعدة تسبب بضرر كبير. وعلامة تحذير أخرى من بنسلفانيا، حملة هاريس تفشل في إدارة المعركة وبايدن يتدخل للإنقاذ. إذا لم يعد لديك شيء لتخسره فلن تكترث كثيرا بالمخاطر، ولكن كلا المرشحان لديهما الكثير لخسارته وأيضا الكثير للفوز به، لذا يلجأان إلى المخاطر المحسوبة. مثلا كاملا هاريس ستظهر على قناة فوكس نيوز للمرة الأولى في محاولة لجذب الناخبين المحافظين المتشككين في ترامب، وأيضا لنفي الفكرة القائلة أنها تتجنب المقابلات العضوية. أما ترامب فواصل تجنب المقابلات الصعبة منذ فترة ليست بالقصيرة، باستثناء حوار أمس مع رئيس تحرير بلومبرغ، وكانت معركة أكثر من كونها مقابلة. People like the Wall Street Journal, who's hardly a communist organization, yeah, but you don't know. They have criticized you on this as well. You are running up enormous debt. What does the Wall Street Journal know? I'm meeting with them tomorrow. What does the Wall Street Journal know? They've been wrong about everything. So have you, by the way. You've been wrong about it. You're trying to turn this. You've been wrong about it. No, you're trying to turn this into debate. There are business people. You're wrong. You've been wrong all your life on this stuff. على كل حال، أكدت بلومبرغ أنها عرضت نفس الفرصة على كاملا هاريس للجلوس وكشف برنامجها الاقتصادي، لكنها رفضت أن تفعل ذلك، مع العلم أنها لجأت لمقابلة سهلة مع برنامج كوميدي محلي في ميشيغان، وهو البرنامج الذي منحها الفرصة للتحدث دون مقاطعة. And as vice president, have been a champion for bringing marijuana down on the schedule. So instead of it being ranked up there with heroin, we bring it down. And my pledge is, as president, I will work on decriminalizing it because I know exactly how those. يتبادل المرشحان اللكمات بينما يواصل المصوتون الذهاب إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات المبكرة في أكثر من 40 ولاية. جورجيا مثلا سجلت رقما قياسيا، أكثر من 328 ألف شخص أدلوا بأصواتهم في أول يوم مع انطلاق التصويت المبكر، رقم يدل على الحماس الكبير. ومع انطلاق التصويت طار ترامب إلى هناك يحشد الأصوات ويسلي أنصاره. They did something to Biden that was amazing. They stole the election from him. I mean, I'm not a fan of Biden. Who could be? But they stole the election. They took it away like candy from a baby. And he's angry. And they're all angry. They're angry as hell. I think he likes me more than he likes her. Can you believe it? من ولاية أخرى هي بنسلفانيا، وبدون تنسيق رد جو بايدن، نفى التوتر بينه وبين هاريس ومنحها مباركته. Every president has to cut their own path. That's what I did. I was loyal to Barack Obama, but I cut my own path as president. That's what Kamala's going to do. She'll be loyal to Barack Obama, but she's going to cut her own path. She beat Trump so badly in the debate, he's scared to death to meet her again. That's a fact. Tough guy, right? Tough guy. Because he knows he'll lose again. That's a fact. He is a loser. تنضم إلينا من نيفادا مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي. أهلا بك معنا نادية. نبدأ بما قاله ترامب أمس بشأن حجم المشاركة في الانتخابات حتى الآن. بالفعل هناك حماس كبير. We can't let anything happen.
Early voting is underway. Get everyone out. Get everyone you know. Just get them all out to vote. Go tomorrow. After all we have been through together, we stand on the verge of the four greatest years in the history of our country. These will be, despite the fact that we've been set back so far by incompetent, vicious, foolish leadership, we will have the four greatest years in the history of our country. إذن نادية، بما يخص المشاركة في هذا التصويت المبكر الذي يدعو كما استمعنا ترامب إلى المشاركة بكثافة فيه، في جورجيا كانت المشاركة قياسية، ما مرد ذلك؟ ما الأسباب؟ وهل هذا هو الحال في كل الولايات المتأرجحة؟ ليس بالضرورة، لكن المؤشرات بالفعل تثبت بأن هناك حالة استقطاب كبير جدا، وبالتالي هذه الانتخابات ستحدد وسترسم من الطريق إلى البيت الأبيض ومن سيكون الفائز بها عبر حجم المشاركة. حجم المشاركة مهم جدا في كل الانتخابات الأمريكية. الولايات المتحدة هي أقل الديمقراطيات الغربية التي يشارك فيها الناخبين في التصويت، حوالي 62%، لكن إذا رأينا التصويت المبكر يصل إلى أرقام كبيرة جدا إن لم نقل قياسية، هذا يعني بأن كل من الحملتين لا نعرف لمن ستصب هذه النتائج. هل هي لترامب؟ مؤيدي ترامب يذهبون إلى صناديق الاقتراع، ونحن نعرف على فكرة بأن الجمهوريين يفضلون دوما التصويت في يوم الانتخابات، ليس بالضرورة عن طريق البريد أو عن طريق، يعني ليس يوم الانتخابات لكن قبل أيام أو بعد، أو قبل أيام الانتخابات عفوا. لكن ما نراه الآن هو بالفعل تركيز كبير ودعوة من حملة ترامب ومن حملة هاريس بأن على الجميع أن يصوتوا، وبالتالي قد تكون الأسابيع القادمة غير مهمة بالنهاية، لأنه كما تعرفين وكما ذكرت قبل قليل هناك تصويت مبكر. صحيح. هناك عدد كبير من الأمريكيين حسموا رأيهم، وهؤلاء هم الذين يعرفون لمن يصوتون، إما لهاريس وإما إما لهاريس وإما لترامب، وبالتالي المستقلين والمترددين هم الذين ينتظرون إلى يوم الانتخابات. طيب، أنت موجودة الآن في لاس فيغاس، تحديدا في نيفادا المتأرجحة، ما أبرز دوافع المصوتين هناك وما هي أبرز مشاهداتك؟ يعني أكيد هناك استقطاب، ولكن هل هناك شعور لدى المواطنين بأنه سيكون هناك تغيير نحو الأفضل وهذه الانتخابات يعني حاسمة؟ نيفادا هي من الولايات المتأرجحة وصوتت للديمقراطيين في السابق، لكن الآن الحديث عن الوضع الاقتصادي. هذه الولاية وبالتحديد لاس فيغاس، هذه المدينة هي مدينة ترفيه وسياحة وتقديم خدمات للقادمين إليها، وبالتالي تعتمد بدرجة الأساس على السياحة والأموال التي تأتي من السياحة. كل من المرشحين هاريس وترامب وعدا بأنهما سيقومان بإلغاء الضرائب عن إكرامية الخدمات الفندقية التي تحدث عنها بالأمس، وبالتالي يحاولون أن يستقطبوا كل الذين يعملون في هذه المدينة بالتحديد وحتى بالولاية بشكل عام. الاقتصاد هو العامل الأساس. لماذا؟ لأنها تضررت بشكل كبير في كورونا، يعني أكثر قطاع تأثر بسبب كوفيد-19 كان قطاع الفنادق والمطاعم والخدمات، وبالتالي نحن نتحدث عن أقل من 3 سنوات تقريبا من التعافي من فيروس كورونا، لذا التركيز بالأساس هنا على كيف يمكن استقطاب هؤلاء الأشخاص. أعطيك على فكرة مثلا، بالأمس أنا تحدثت مع شخص أمريكي من أصول إفريقية وهو شاب يعني مقتبل الثلاثينات، فقلت له لمن ستصوت؟ قال أنا أفضل أن تكون هاريس كأول امرأة تدخل إلى البيت الأبيض، أريد أن أشارك في صناعة التاريخ، لكن أيضا أريد أن أصوت لترامب لأنه ترامب قوي. هذه الكلمة التي يستخدموها كثيرين من قوي وسيحسن الاقتصاد. إذن بالنهاية هو سيعود لقناعة الناخب لمن سيصوت، لكن هذه الولاية صوتت في دورتين انتخابيتين، حتى صوتت لهيلاري كلينتون في الانتخابات السابقة، لكن نادية أساسا أن يستعيدها من الديمقراطيين. أساسا هذه النقطة، نقطة القوة التي يسوق لنفسه ترامب بها دائما أنه قوي، سيعيد أمجاد الولايات المتحدة الأمريكية والاقتصاد. صحيح،
دوما ترامب يعكس هذه الصفة، وليس فقط في الوضع الداخلي بأننا لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، لنعيد أمجاد الولايات المتحدة، لنعيد هيبة الولايات المتحدة بالخارج، لكن كما تعرفين داخليا وخارجيا هذه الصورة التي دوما يكررها ترامب في حديثه، في خطاباته، في مقابلاته. إذن نادية شكرا جزيلا لك من نيفادا. مستمرون معكم ولدينا بعد الفاصل. هاريس تحاول شراء أصوات الرجال من أصل أفريقي بإلغاء تجريم الماريجوانا. من جديد، تراجع كاملا هاريس الدرامي من حيث قبولها لدى الناخبين من أصل أفريقي وخاصة الرجال منهم من الظلم أن تتحمل مسؤوليته بشكل كامل، بل هي أزمة الحزب الديمقراطي. في 2012 كشفت النتائج أن هامش فوز أوباما على ميت رومني بأصوات السود كان 87 نقطة. بعد ذلك كان هامش فوز هيلاري كلينتون على ترامب بأصوات السود 80 نقطة. واصل التراجع مع بايدن عام 2020 إلى 75 نقطة، والآن كاملا هاريس تواصل هذا النزول إلى 63 نقطة. الحزب بأكمله يخسر الأصوات السوداء، ربما هذه بعض الأسباب. Anybody that can say that they living better now than they was 4 years ago, I mean, I'd be happy to hear, you know, how you're living better. Well, one of the reasons I think that it's important to vote for Trump is because I'm dissatisfied with our borders. I believe that those need to be secure and actually taken care of. Yeah, I think everything comes down to my Christianity beliefs. I stand by that, pretty strongly. And I just believe that every policy that Trump is pushing is something that I hold true to from a value as well as a moral standpoint. طبعا ظهور أوباما الأخير الذي وبخ خلاله الرجال السود الذين لن يصوتوا لهاريس أتى بردود فعل عكسية. كوينتين جيمس مؤسس مجموعة كولكتيف باك لدعم هاريس قال: توبيخ الناخبين لم ينجح أبدا ولن ينجح هذه المرة. ومع فشل سياسة العصا تلجأ هاريس الآن للجزرة، حيث قضت كل الأيام السابقة تقريبا تحاول أن تعيد أصوات الناخبين السود لصفها بالإعلان عن خطط لمساعدتهم وحضهم على عدم الانخداع بترامب. كما يعتبر إيان سامز المستشار في حملتها أن دعمها سيرتفع كلما تحدثت عن أفكارها. Well, I don't think that the national polls necessarily reflect an accurate snapshot. I mean, I think that in each battleground state, we're seeing different numbers. We're seeing her grow her support the longer she talks about her ideas, including her economic ideas for the middle class. I think that she's growing that support every single day. I'm looking forward to Harris's event with President Trump. But you must acknowledge, Ian, that when you look at where she's going, في المقابل يستغل الجمهوريون عزوف الرجال السود عن التصويت للديمقراطيين، وتكشف الاستطلاعات أن شخصا كألن ماسك له قبول كبير لديهم وبالتالي يستغلونهم. بالمناسبة كشفت الجهات التنظيمية الفيدرالية أن ألن ماسك تبرع خلال آخر 3 أشهر لحملة ترامب ب 75 مليون دولار. أما ترامب نفسه فيواصل الضغط على دواسة الوقود. And I'll tell you what, any African-American or Hispanic, and you know how well I'm doing there, that votes for Kamala, you got to have your head examined because they are really screwing you. They are really screwing you. ينضم إلينا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. أهلا بك معنا سيد طارق. نبدأ حوارنا باقتراح كاملا هاريس الجديد الذي تحاول من خلاله اجتذاب أصوات الرجال السود. And as vice president have been a champion for bringing marijuana down on the schedule, so instead of it being ranked up there with heroin, we bring it down. And my pledge is as president, I will work on decriminalizing it because I know exactly how those laws have been used to disproportionately impact certain populations and specifically black men. Mm-hmm.
إذن سيد طارق، خطة هاريس تقوم على شراء أصوات الرجال السود بجعل الماريجوانا قانونية طبعا على مستوى كل الولايات، فهل برأيكم ستنجح هذه الخطة الطارئة والمستجدة، لأنه أم أنه فات الأوان لأنه نحن على بعد 3 أسابيع فقط من اليوم الكبير؟ تحياتي لك أستاذة راوية ولجمهورك الكريم. يعني أعتقد أنه يعني هي تحاول هاريس بكل جهدها محاولة جذب مزيد من الأصوات السود لأنهم شريحة مهمة جدا بالنسبة لها، وكما تفضلتم تراجع تأييد السود بصفة عامة والرجال السود بصفة خاصة، خصوصا هؤلاء الذين لا يعتقدون بأن المرأة يجب أن تكون رئيسة لهم. هناك محاولات ومن بينها مسألة الماريجوانا التي هي بالفعل يعني محظورة في معظم الولايات الجمهورية ومسموح بها في معظم الولايات الديمقراطية، هي تريد أن تجعلها على المستوى الفيدرالي، لكن طبعا هذا يقتضي وجود أغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب حتى تستطيع أن تفعل ذلك من خلال يعني إصدار قانون. لكن في نفس الوقت هي ليس فقط تركز على الماريجوانا، هناك أيضا تعهدت بكثير من المشاريع التحفيزية مثل يعني وضع يعني تشريع أو ما شابه لجعل العملات المشفرة أيضا مسموح بها وقانونية وتشجعهم على ذلك. أيضا هي تضع عوامل تحفيزية للرجال السود بأن يحصلوا على 1,000,000 قرض، كل قرض بحوالي $20,000. لكن أليس ذلك اقتباس من خطط ترامب الاقتصادية تحديدا العملات المشفرة؟ وليكن هناك تنافس، يعني كل شخص يقتبس من الآخر ويسوق لعهوده في محاولة لجذب هؤلاء الأشخاص. ليس بالضرورة أن يفي هؤلاء حينما يصلون إلى السلطة بهذه التعهدات، لأنه شهدنا على مدار التاريخ لكن تعهدات كثيرة. سيد طارق، عدم وفاء الإدارات الديمقراطية على مر السنوات بوعودها الانتخابية ربما هو السبب تراجع شعبيتهم لدى الرجال السود واللاتينيين أيضا كما تبعنا. نعم، ولكن المسألة لعدم الوفاء لا ترجع إلى عدم رغبتهم، ولكن تخضع للظروف السياسية. حينما يكون مجلسي الشيوخ والنواب في أيدي الحزب الآخر، هذا لا يعني أن الأمور لن تكون سهلة، ويمكن فقط للرئيس استخدام الآلية الوحيدة التي لديه وهي القرارات الرئاسية أو المراسيم الرئاسية، هذه فقط التي تسمح له بتنفيذ بعض الأشياء، لكن أيضا يمكن الطعن فيها من خلال القضاء، وبالتالي ليست كل الأوراق في صالحه، وهذا لا ينطبق فقط على الديمقراطيين. نقطة أخرى سيد طارق، نعم، أزمة جديدة تعاني منها حملة هاريس تحديدا في بنسلفانيا. بوليتيكو تقول بأنه كبار الديمقراطيين يشعرون بالقلق من سوء إدارة الحملة للمعركة هناك بسبب افتقار المعرفة بمدينة فيلادلفيا أهم مدن الولاية. ربما ذلك تم إرسال بايدن الذي يعود مسقط رأسه إلى بنسلفانيا. استمع معي لما قاله بايدن أمس هناك. By the way, I married a Philly girl. طيب سيد طارق، استعانة حملة هاريس ببايدن هل أضاف بشكل إيجابي لها أم أنه بات الرجل فعلا يشكل عبئا عليها؟ يعني هناك من يقول أو بالفعل ترددت أنباء على أنه هناك انقسام بين حملة هاريس وبين الموظفين في البيت الأبيض، لأنه كانت هاريس تحاول أن تبدي نوع من الانفصال عن أجندة بايدن، بمعنى أنها لا تكون مسؤولة عن الأخطاء أو المثالب التي توصم بها، وهي تريد أن تضع خطة مستقبلية. ولكن أيضا كان بايدن في كثير من الأحيان يظهر على وسائل الإعلام ويقول أن هاريس هي امتداد له وامتداد لإرثه. هذه هي المشكلة الحقيقية. ولكن سيد طارق، ربما المشكلة ليست فقط ببايدن، لأنه سياسة الاستعانة برؤساء سابقين، نحن نتذكر من يومين ما عن الخطاب التوبيخي الذي توجه به أوباما للناخبين السود، ارتداداته حتى الآن. يعني السياسة هل هي ناجحة؟
هي ارتداداتها فقط ربما عند الجمهوريين، هم الذين انتقدوا ترامب أو السود الذين يؤيدون ترامب، لكن بالنسبة لباقي السود لم ينتقدوا أوباما، وهم يعتبرون أنه ينتمي إليهم، وفي النهاية هو يريد تحقيق مصلحتهم. من هذا المنطلق يعني هناك انقسام في الرؤية تجاه يعني مسألة استخدام الرؤساء السابقين، ليس بالضرورة أنهم مفيدون دائما، لكن فعلى أعتذر من ذلك لا يوجد رؤساء جمهوريون. ولكن انتهى وقتنا، شكرا جزيلا لك سيد طارق، إلى اللقاء.